في فيديو النهارده كوبايه وربع سكر تموين وكوبايتين حليب هتعملي 3 برطمانات نوتيلا ما هتتفرقش عن اللي انت بتجيبها جاهزه اطلاقا، والنتيجه زي ما انتوا شايفين 3 برطمانات زي البرطمان اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط بالغالي، هيقعدوا معاك في الثلاجه لاطول فتره ممكنه لمده شهرين في الحشوات، طعمها رهيب وما هتتفرقش معاك عن الاصليه والطراحه حصريه والقوام واضح. لو انتوا لسه جدد ما تنسوش اللايك للفيديو والتعليق، ويلا نبدا. في البدايه معايا كوبايه سكر، تمام، ادت لها شوية مية، بخت مية كده برفعهم على النار في كسرولة على نار متوسطة، وبعد كده معايا كوباية حليب بوزن 250 جرام نزلت عليهم بمعلقتين كبار من النشا وبقلبهم كده على البارد، والسكر بتاعه على النار متوسطة لحد ما يدوب معايا ويتكرمل ويكون اللون فاتح، وخلي بالي بين الكرملة والحرق ثواني فخلي بالي من الحتة دي. هنزل بعد كده بمكعب زبدة وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما الزبدة تدوب معايا، وكل ده انا على نار هادية او نار معدومة اللي هي ضعيفة خالص، يعني كنت في الاول على متوسطة وبعد كده على نار يعني هادية. هنزل بعد كده يا جماعة بكوباية الحليب اللي هي 250 جرام اللي مضاف لها معلقتين كبار نشا بوزن 30 جرام بالراحة كده، وهفضل استمر في التقليب لحد ما نشوف القوام اللي المفروض نوصل له عامل ازاي، تمام، بالشكل ده في ايدي فيها على طول زي ما انتم شايفين كده، ولو شديت شوية في الاول فكده كده هيفك معايا وهيبقى كويس، هيبدأ يتقل معايا ده اللي انا عاوزه، وهيبدأ اللون يوضح اكتر لان طبعا اضافة اللبن فتحت اللون قوي، فمع التبخير ومع التسوية مع بعض هتوصل اللون اللي هو المكرمل المظبوط بالشكل ده. فاستمر في لحد ما يبقى القوام كده، ارفعه في جنب لحد ما يبرد تمام جدا معايا ما فيهوش اي غلطة. بعد كده تمام معايا في حلة او في كسرولة على النار كوباية حليب التانية، تمام، هنزل عليها بمعلقتين كبار من الكاكاو، يفضل كاكاو خام زي ما انتم شايفين، وربع كوباية من السكر، كفاية ربع كوباية يا جماعة، يعني كوباية في الأول وربع كوباية دلوقتي عشان السكر، بمعنى كوباية في الأول وربع كوباية في الآخر، وبستمر كده في التقليب. بعد كده هنزل تمام والسكر وضفته تمام، بس أنا بأكد على ربع كوباية أفضل، ما تزودوش عشان السكر ما يبقاش عالي. هنزل بعد كده بنص معلقة صغيرة من أصانص البندق بيتباع عند أي عطار أو من أي مكان مستلزمات حلواني، وهستمر في التقليب تمام لحد ما يدوب معايا وتبقى الدنيا تمام. بعد كده معايا بار شوكولاتة حليب زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ أنزل بيه بوزن 250 جرام وهستمر في التقليب لحد ما يدوب كويس جدا مع المكونات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه قدامكم ده. وهنزل بعد كده بعد ما تدوب بنص كوباية زبدة أو بنص كوباية زيت، يعني الموضوع اقتصادي جدا ما فيهوش أي تكلفة، ولو بسمنة معلقتين كبار وخلاص، بس يبقى أفضل زبدة أو زيت يعني. فبأكد دابوا تمام معايا، ممكن أحطهم على مصفى لو فيهم أي يعني شوائب أو كده، أو لو ما فهمش فتمام باخد خليط الكرم اللي أنا عملته في الأول وبدل يا جماعة أصانص البندق ده أي مشروب قهوة بالبندق أو أي المشروبات اللي هي السريعة دي اللي بتكون الكيس منها بخمسة، ولازم اعديه على مصفى عشان هيكون في شوائب. برفع الخليط بتاعي من على النار تمام، وببدا اديله الكرم اللي انا عملته ده وبهاند بلندر، وهفضل اللي انا ادمج المكونات كويس جدا مع بعض بالشكل اللي انتوا هتشوفوه قدامكم ده، او يهدى شويه وايدي تتحمله ارفعه دايركت على الخلاط واقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض. لو اللون البني مش ظاهر معاكي ممكن تدي سنه لون بني غذائي زيت مش جل، لان ده شوكولاتة زيت مش جل، فبأكد عشان تبقوا فاهمين المعلومة دي، الالوان اللي بيتم التعامل مع الشوكولاتة فيها بتكون الزيت مش الجل. ببدأ عبى في البرطمانات بتاعت المعقمة، عملت معايا 3 برطمانات تمام، البرطمان التالت كان جار يعني بس بحجم برطمان من دول اللي انت شفتوه في دخلة الفيديو. طبعا لما بتحطوها يا جماعة بتسيبوها في التلاجة لحد ما تتماسك وتبقى معاكم بالنتيجة الوهمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وبألف هنا عليكم مقدما، نتقابل في فيديو جديد إن شاء الله.